صباح الخير يا أول، نبدأ يومنا بسم الله الرحمن الرحيم. والآن يا أول بدأت حصة الرياضيات، هيا معا لنذهب إلى حصة الرياضيات. اليوم يا أول في هذه الحصة سوف نقوم بحل تمارين درس تطبيقات 1، كتاب التمارين صفحة 37، والتي يا أول تتحدث عن القطع النقدية، وأن نقوم بإيجاد مجموع القطع النقدية حتى 100 قرش. هيا سويا لننطلق. ما هو اليوم يا أول؟ ما اسم اليوم؟ ما هو اليوم؟ أحسنتم، اليوم هو الاثنين. أحسنتم يا أول. ما تاريخ اليوم يا أول؟ أحسنتم، 13 من شهر نيسان لعام 2020. أحسنتم. ودرسنا اليوم تطبيقات 1، كتاب التمارين صفحة 37. هيا لنذهب إلى تحدي رقم 1 يا أول. تحدي رقم 1 يقول: اكتب الناتج بالقروش فيما يأتي. هنا يا أول كما أرى القطعة النقدية الأولى، ما قيمتها؟ أحسنتم، قيمتها 50 قرشا. والقطعة النقدية الثانية يا أول، ما قيمتها؟ أحسنتم، 5 قروش. والقطعة النقدية الثالثة يا أول، ما قيمتها؟ أحسنتم، قرشا 1. إذن 50 زائد 5 55، وزائد 1، إذن المجموع يساوي 56 قرشا. أحسنتم. وهنا القطعة النقدية الأولى يا أول، ما قيمتها؟ القطعة النقدية الأولى يا أول، أحسنتم، قيمتها 25 قرشا. أحسنتم. والقطعة الثانية يا أول، أحسنتم، قرشا 1. والقطعة الثالثة يا أول، أحسنتم، 10 قروش. فأكم يصبح المجموع؟ نقول 25 زائد 1 26، وزائد 10، اقفز عشرات إلى الأمام 10 واحدة، 26 36. أحسنتم، إذا الناتج يساوي 36. أحسنتم يا أول. لنذهب هنا، هيا القطعة النقدية الأولى يا أول، ما قيمتها؟ أحسنتم، قيمتها 5 قروش يا أول. والقطعة النقدية الثانية يا أول، ما قيمتها؟ أحسنتم، قيمتها 10 قروش. والثالثة يا أول، ما قيمتها؟ أحسنتم، قيمتها 10 قروش. ويصبح المبلغ يا أول، أحسنتم، 25 قرشا، أي ربع دينار أيضا، 25 قرشا. لنذهب إلى تحدي رقم 2 ويقول: أجد المجموع بالقروش فيما يأتي. لنرى المربع الأول، يوجد به يا أول 10 و5 وقرش وقرش و25. نأتي لنجمع: 25 زائد 5 30 زائد 10 40 زائد قرش
41 زائد قرش، إذن المجموع يساوي المجموع يا أول 42 يساوي المجموع يا أول، أعتذر عن هذا الخلل يا أول، يساوي المجموع إذن 42 قرشا. أحسنتم يا أول. وهنا يا أول في المربع الثاني مجموع المبلغ هنا، أحسنتم، 78 قرشا. احسبوا معي يا أول، هنا 50 قرشا وخمسة وعشرون 75، 76 وقرش 76، 77، 78. أحسنتم. وهنا يا أول، هنا هيا نحسب 10 20 10 20، 25، 30، 25. إذن يساوي 55 قرشا. أحسنتم يا أول. واجب يا أول أن تقوموا بحل تحدي 3 صفحة 37. وهذا كان درسنا اليوم، وهو تطبيقات 1 كتاب التمارين صفحة 37. إلى اللقاء يا أول.